وحول جلسة اختيار رئيس الجمهورية وما رشح عنها، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري، كما ينضم إلينا عبر سكايب أيضا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لعلي أبتدأ معك دكتور عبد السلام، ماذا يعني على المستوى السياسي اختيار عبد اللطيف رئيسا، عبد اللطيف رشيد رئيسا بعد أكثر من عام على الانتخابات وهذا الصراع السياسي؟ نعم، تحية لك، تحية للأستاذ حامد والأخوات الأخرى المشاهدين. في الحقيقة انتخابه يعني ببساطة جدا وهو الأهم انتهاء الأزمة السياسية والتي نشأت عن تعطيل العملية السياسية من قبل الإطار نفسه في الحقيقة، بداية من خلال رفض النتائج وبعدين الإلجاء إلى المحكمة الاتحادية ومسألة الصدر ويعني إفشال مشروع الأكثرية الوطنية إلى آخره، ثم استخدامهم لمبدأ الثلث المعطل لمنع انتخاب رئيس جمهورية، لأنه في ذلك الوقت لم يكونوا متأكدين بأنه رئيس الجمهورية سيكلف مرشحهم. بعد انسحاب الصدريين وتأكدهم من أنهم سيشكلون الكتلة الكبرى، ثم تقاربهم من السنة والديمقراط الكردستاني من خلال طرح برنامج جميل جدا على الورق على الأقل، هي ما يسمى بالاتفاقية السياسية لتحالف إدارة الدولة، تأكدوا من أن مرشحهم سيكلف، لذلك فسحوا المجال. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، أثبت بأن مسألة فرض الإرادة على الأقل بالنسبة لما يتعلق برئيس الجمهورية لا ينجح، وأن من الأفضل كان للكرد أن يتفقوا على مرشح واحد، لم يحدث. والاتحاد الوطني أصر حتى الليلة الماضية على أن برهم صالح هو مرشحهم. زيارة الحلبوسي والعامري وصالح فياضي إلى السيد رئيس مسعود البارزاني في الحقيقة ومبادرته التي فكت الأزمة فيما يخص رئيس الجمهورية بأن ينسحب كل من برهم صالح وريبر ويتم الاتفاق طبعا مع الأخوة في يعني التحالف الآخرين السنة والشيعة أيضا على مرشح آخر، وكان لطيف رشيد هو أكثرهم يعني حظا. هذا هو الذي جرى وتم بسهولة وبسلاسة. يعني أنا أستاذ الدكتور برهم صالح صديقي أعرفه من زمان، لو كنت في مكانه لما أشوف المؤشرات تشير بهذا الاتجاه كان يمكن له أن يتلافى. أنا أقول هزيمة، هذه الهزيمة، لكن يبدو أن الخوف الاتحاد الوطني قد أصروا عليه بالبقاء. المهم الآن نحن عبرنا عتبة الأزمة ولكن لم ننهي الأزمة السياسية في العراق، لأن الأزمة السياسية العراقية في الحقيقة لا يمكن اختزالها فقط في الفشل في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. بالنسبة لك على الأقل دكتور عبد السلام، النتيجة غير مفاجئة. كانت مفاجئة إلى ما قبل 3 أيام، يعني لو لم يحدث هذا اللقاء الذي أشرت إليه ومبادرة البارزاني كان سيكون مفاجئة، لأن كل الناس كانوا يعرفون الإطار وخاصة دولة القانون لا يمكن لهم أن يفرطوا بالاتحاد الوطني ولا يمكن لهم أبدا أن يقدموا على خطوة تزعجهم، لذلك كان متوقع أنهم وأنصارهم أن يصوتوا لبرهم صالح. ولكن رغبة الإطار في أن يضم السنة ويعني السيادة والديمقراطية إلى تحالفهم الجديد هو الذي في الحقيقة أدى به من أن يتقبلوا مبادرة البارزاني بعد انتهاء الزيارة وتسرب على الأقل ملامح هذا الحل. كان الأمر متوقعا، يعني منذ يوم أمس عندما أعلن الديمقراط الكردستاني سحب مرشحه كان واضح جدا أن هذا جرى باتفاق مع القوى الشيعية أيضا وطبعا حلفاء السنة أيضا، ولم يكن مفاجئا إذا قرأناه من هذا المنبر. دكتور حامد، يعني لماذا أصرت الأحزاب على عقد جلسة اليوم وإتمام النصاب القانوني رغم كل هذا القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء؟ يعني مما تخشى تلك الأحزاب؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة، تحية لكم ولضيفك الكريم ولجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة إحاطة بلاسخارد في مجلس الأمن الدولي كان لها تأثير واضح، لأنه قرأت بشكل جيد من قبل السياسيين. أولا هي فعلا اتهمتهم بالفشل،
بأنه أيضا هناك زعامات لميليشيات ولمافيات فساد ولعصابات جريمة منظمة، وهذه طبعا وصمة عار بجبين الطبقة السياسية الفاسدة برمتها. هذا أثر خصوصا أنه العراق يعني إذا استمر الوضع على حاله سوف يعاد إلى الفصل السابق، يعني سوف يكون تحت وصاية دولية، وهذه طبعا عملية بها تداعيات كبيرة جدا. يعني الوضع لا يتحمل أن تستمر الحالة العراقية على ما هي عليه بعد 20 عام، وطبعا أيضا هي وصمة عار بجبين الأمريكان والبريطانيين ومن لف لفهم والإيرانيين أيضا على حد سواء، لأنه هذه العملية المشوهة من صنع أياديهم. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة الشارع إلى أيضا انفعالات الحقيقية الآن بدليل أن عفوا دكتور حامد، يعني قبل الإكمال للنقطة الثانية في هذا الإطار، يعني التصريحات الأممية ومن يعني الحاجة إلى فعلا حلحلة الأمور في العراق، إلى أي مدى ساهمت في هذا الإطار إيران في يعني تمرير جلسة اليوم؟ إيران كمن يجبر، كمن أسقط من يديه كما يقال بالعربية، لأنه عليها أن ترضخ، لأنه مشاكلها الداخلية كبيرة الآن. الملف النووي لم يتفق عليه، الحصار الاقتصادي، الوضع الآن، ثورة الشعوب الإيرانية الآن أيضا بدأت بالتوسع، لذلك الإيرانيون مرغمون على أن يقبلون بأن الوضع العراقي نسبيا يترك إلى الاختيارات الطبقة السياسية، ليس الشعب العراقي بشكل مطلق. لذلك يعني التزمت الصمت ووافقت مع الأمريكان، أنه بالفعل أعطت إشارة بأن هي لا تتدخل بهذا الشكل، ومن أعلى المستويات حتى من الولي الفقيه من الخامنائي نفسه، يعني هذا التوجيه كان واضح. المسألة الثانية الأهم الجوهرية الحقيقة هي أنه الشعب العراقي الحقيقة قال كلمته أيضا، يعني لا ننسى إحنا مع اختلفنا أو اتفقنا مع إطلاق هذه الصواريخ أو الـ مثل ما يقال الوضع الأمني المحيط بالمنطقة الخضراء اللي ما يصر أحد، لكن هذه إشارة قوية على أنه هذه المتاريس التي وضعت حول المنطقة الخضراء لهذه الطبقة، لهذه الطغمة الفاسدة لم تحميهم، وهذا ليس أيضا يندرج ضمن الأطر الدستورية. يعني لا يوجد على مدى سنة كاملة بعد الانتخابات انتقال سلمي للسلطة، إذا هذا مؤشر على فشل العملية السياسية برمتها، وإلا لو كان هناك فعلا سياقات طبيعية للعملية السياسية كان الانتخابات فيها فائز وخاسر، والفائز يشكل الأغلبية مثل ما قال الأستاذ عبد السلام برواري، أنه هناك كان يعني تحالف ثلاثي، يعني إنقاذ وطن أو غيرها يعني يشكل الحكومة، لكن الصراع الدولي الإقليمي ترك أثره بشكل واضح خلال هذه السنة، إلى أن وصلنا إلى هذا الحد اللي بالفعل الطبقة السياسية فقدت كل مقومات الاستقلالية والقرار السياسي العراقي المستقل، هذا واضح. لذلك الكرد أيضا، خلينا نكون صريحين أيضا، والأخ عبد السلام برواري يعني يعرف حق المعرفة، الإطار التنسيقي وقع على بياضات، على بياض يعني للتنازلات اللي قدمت للكرد، لإخواننا أشقائنا الكرد وللسنة، هذه أيضا سهلت الأمر كثيرا، لأنه الـ يعني التيار الصدري كان صحيح على اتفاق مع الكرد ومع الحلبوسي ومع خميس الخنجر، لكنه كان هناك مشروع أغلبية. أما التنازل الإطار التنسيقي شيء آخر، هذا هو التمرير صفقة الحقيقة لا يمكن أن تدوم كثيرا. وأنا أختلف مع السيد عبد السلام برواري من أنه هذه هي بداية حل الأزمة، لا، أنا أقول هذه بداية تعقيد الأزمة، وسنرى في الأيام القادمة كيف ستأتي الفصول المأساوية للعمل. أولا محمد الشيع السوداني سيفشل في تشكيل حكومة إلا إذا على أسس المحاصصة المقيتة، هاي واحدة. اثنين، سوف يرفض برنامجه أو منهاجه الحكومي، لأن الشارع لا يقبل بأنصاف الحلول الآن. زائد الأخ أيضا، يعني أنا أجل الاحترام بكل الشخصيات الوطنية، الأخ عبد اللطيف رشيد أيضا الرجل عنده تجربة ويعتبر أيضا محسوب على الطبقة السياسية، فماذا سيقدم خصوصا وأنه هو كان وزير الموارد المائية،
لسبع سنوات من 2003 إلى 2010، ماذا قدم لمجال اختصاصه؟ لا شيء. الآن الوضع بالعراق نعرفه كل زين، احنا وضع المياه والجفاف والانخفاض منسوب المياه في السدود وفي الأنهر وفي الأهوار، إذن هو في مجال اختصاصه أيضا لم يقدم شيء. الرجل يعني تابع إلى الديمقراط الكردستاني، لأنه خلفيته السياسية تاريخه بداية سياسته هي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم انتقل إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. أيضا هذه نقطة يجب الإشارة إليها، الصراع الكردي سوف يتصاعد، والانشقاق في الاتحاد الوطني الكردستاني سوف تظهر أولى بوادره، لأنه بافل طلباني الحقيقة غلط غلطة كبيرة لما أصر على ترشيح برهم صالح لتجديد رئاسة الجمهورية. هذه نقطة. النقطة الثانية، المرشح الآخر اللي نافسه أيضا يعتبر من الاتحاد الوطني الكردستاني، فهذا طبعا الازدواجية في هذه المعيارين الحقيقة هناك أخطاء كبيرة. أنا لا أطمئن من أنه هناك حلول وطنية حقيقية، لا من الأخوان الكرد ولا من السنة ولا من الإطار التنسيقي. لذلك يبقى العامل الدولي الأمريكان والبريطانيين، بدليل أيضا أجيب دليل واضح اليوم بالذات، يعني غردت السفيرة الأمريكية في بغداد والسفير البريطاني في بغداد، تغريدتهم أشبه بأوامر للطبقة السياسية الفاسدة وللشعب العراقي، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، وجب عليكم كذا. هذه ليست مخاطبة لطبقة سياسية من قبل سفيرة، هذه معناها أنه بالفعل هناك احتلال بريطاني أمريكي، زائد الإيرانيين ودورهم من قبل الولائيين الآن اللي استولوا على تشكيل الحكومة القادمة. دكتور عبد السلام، يعني محمد شياع السوداني كما تعلم هو شخص مرفوض على الأقل من التيار الصدري، لكنه اليوم يعني يتسلم كتاب تكليفه لرئاسة الحكومة، لماذا هذا الإصرار على السوداني؟ ما هو السبب؟ نعم، في الحقيقة إذا تسمح لي بربع ثانية يعني دقيقة، أستاذ حمد، أنا ما قلت انفراج، أنا قلت هذه خطوة أولى باتجاه عكبة الخروج من الأزمة، وكنت بصدد أن أقول الأزمة ستبدأ بعد تشكيل الحكومة، بالضبط أطرح نفس الطرح اللي جنابك طرحته، لهذا يعني أنا بالتأكيد ما أعتقد حتى تشكيل الحكومة سينهي الأزمة لأسباب عديدة. أولا أستاذ، حتى أجاوب على سؤالك، حقيقة الإشكالية يعني على الأقل إشكالية الجمهور المنتفض وإشكالية التيار الصدري ليس على السوداني كشخص، ربما كشخص هو شخص ليس عليه أي شيء، ولكن الإشكالية يعني الرفض هو لرمزيته، هو مرشح المالكي، هو الأداة بيد الطبقة الحاكمة التي تصر على أن تستمر في الأسلوب الفاشل لحكم العراق الذي أدى إلى الفساد، أدى إلى الإفلاس، أدى إلى انعدام الخدمات، وأدى إلى ثورة الشعب ضده، وأن يدير الناخب ظهره إلى في الانتخابات. إذن هو يمثل قيمة معينة مرفوضة من قبل الشعب. على هذا الأساس، وطبعا يعني لماذا الإصرار؟ نفس الخطأ الذي وقع في بافل طالباني هو وقع بنور المالكي أيضا. كان المالكي منذ بداية الأزمة ينظر إلى الزاوية من منظار شخصي، منافسة شخصية بينه وبين الصدر، من يتصدر المشهد الشيعي. تعرف حزب الدعوة ما عنده نقطة قوة سوى أنه مؤسسه هو محمد باقر الصدر، ويجي اليوم واحد من أبناء عائلة الصدر ويحاول أن هو يمثل التيار الصدري، ما يبقى للدعوة شيء آخر. لذلك المالكي كان يعرف جيدا، إضافة إلى المخاوف من تجديد تأكيد الصدر على أن الحكومة المقبلة يجب أن تلاحق الفاسدين إلى آخره، مجموعة من القضايا تقلق المالكي وكل النخبة السياسية، إضافة إلى ذلك كان الموضوع هو أن يعني ينجو بنفسه من هذا الإفلاس السياسي الذي يلحق، ممكن بعد أكثرية الشيعة سينضمون إلى التيار اللي يمثل الصدر، لما للصدر من مكانه عند الشيعة. إذن الإصرار كان من هذا المنطلق، وبالذات هذه نقطة ضعف الحكومة المقبلة. يعني أنا اللي أقوله في جواب السؤال السابق، في النظام البرلماني الديمقراطي إذا اللي تسلم رئاسة الوزراء يجب إما أن يكون رئيس الحزب
أو يتم انتخابك كرئيس الحزب مثل ما حدث في بريطانيا قبل شهر، ينتخبون السيدة هذه كرئيسة حزب بعدين يطرحوها كمرشحة. حدث نفس الشيء في ألمانيا في دول أخرى. اليوم نحن للمرة الثالثة عندنا رئيس وزراء هو شخصيا لا هو رئيس حزب، لا هو من الصف الأول من أي حزب كبير أو ولا يمثل كتلة نيابية. إذن قوته وضعفه في الحقيقة محسومة، هو شخص ضعيف تملى عليه إرادة الأحزاب، وهذه الأحزاب منتفعة من الحكومة. لاحظ هذه الوزارة للشيعة، هذه للسنة، من بين الشيعة هذه الوزارة لفلان، تعشعشت فيها مجاميع تبتز وتحلب كل خيرات العراق. رئيس الوزراء هذا حقيقة يتولى إدارة هذا الفساد، لأنه ليس هو صاحب القرار النهائي. لذلك أنا أريد أقول، إضافة إلى رفض الجماهير لما يشكله هو من رمزية استمرار للنظام السابق، فهو أيضا سيكون من جانب آخر ضعيف جدا، لا يمكن له أن يقوم يعني مصطفى الكاظمي لم يكن أيضا يستند على كتلة، ولكنه كان يستفاد من الدعم الدولي له، وقام بخطوات جريئة لم يقدم عليها حتى المالكي في الوزارة الثانية أو العبادي. السوداني أنا متأكد مهما كانت إمكانياته وماضيه لن يجرؤ على القيام بأي خطوة بدون الرجوع إلى وبالذات الرجوع إلى السيد نور المالكي، وهذا نقطة ضعف قاتلة بالنسبة إلى، بالتأكيد ستخلق له مشاكل. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري، وأيضا عبر سكايب كنت ضيفنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. شكرا لكما ضيفي الكريمين.